الفلوس، عطاوها الناس، صيفطوا لها الفلوس باش تخلص هذاك الشيء، وصيفطوا لها حتى الحوايج، وصيفطوا لهم الله يكثر خيرهم، صيفطوا لنا حتى البومادا ديال الدراري حيت كيطيبوا، صيفطوا لنا ليكوش، كل شيء ما خلاهم ساكن، صيفطوا لنا حتى من الدواء صيفطوهم لينا، الله يجازيهم بخير هاد الناس هادو. هي هذيك اخويا مني جمعت المسائل، جمعت الفليسات، صافي السيده ويا بحال ما فهمتش انا هاد السيده هادي، انا ما دخلتش ليا دماغي، بحال تقلبت عليا اخويا، ولا ما عرفتش صافي، هزات الحوايج، هزات جابت هوندا، هزات المسائل كامل، جات جمعت كلشي وزات بحال هكا. دابا انا ما عرفتش انا فين مشات. انا درت هذا النداء باش يعرفوا الناس الحقيقه اللي كاينه، وبغيت نرد عليه نجاوبه، حيت هذاك على الزوج ديالي، على الاب ديال الابناء ديالي، بغيت نرد عليه بان هذيك الهضره اللي كيقول كلها ما كايناش، وغنقول الحقيقه، وربي كيشهد على كل حاجه غنقولها. شنو الاتهام اللي كتهمه هو؟ هو اتهمني بانني انا عطوني المحسنين عاونوني، وخديت الفلوس وتخليت على الولاد، هما الولاد معايا هما غتشوفيهم، ومشيت وهربت وهزيت الفراش وخبيت ليه الدار كلها، والفراش هو اللي باعه بايديه، هو اللي خدا الفلوس، انا كاع ما حاضره، وكاين السيد اللي باع ليه كاين يشهد بهذا الشيء، انا ما كنتش كاع حاضره باش نخلصوا الحج ديال الدار، حيت كان جانا الحج ديال الدار، وكل عام كيجينا الحج ديال الدار، ما كيخلصش واجب السكن ديال الطرفين ساكنين، الضوء عامين هو ما كاينش، بركة في الظلام، انا وولادي كيخون الضوء للجيران، والجيران كلهم تيشهدوا بهذا الشيء، كيخون الضوء كل مره كياخذوا من المكانه وكينوضوا ليه، اخر المطاف خون الضوء للجاري اللي مقابله معايا، تدعاتو عند القيد، عاش جمعوني الجيران وداخلوا باش ادي لها داك الشيء اللي خلص اللي خون ليها، وانا ما فعلميش، ونهار اللي سقط الخبر قلت ليها سيدي ما خاصكش تاخذ الضوء للسيده، راه حرام هذا الشيء، يعني هاد السيد هذا ما تحملش المسؤوليه، وولادي انايا معاقين 4، وكاينه شي ام اللي كتخلى على ولادها، انا ولادي معايا، انا نهزهم بسناني 4، 3 معاقين، وبنيه عندها 4 سنين عندهم مالادي دو شين، ميوباتي دو شين، يعني هو كيتزادوا نورمال، كيديروا 6 سنين كيبان فيهم الاعاقه، انا اللي كندي الحمام العنطيه بيعوم، انا اللي كندي الحجام، انا كندي الطبيب، وبشهود الجيران وبشهود الناس كاملين، كلشي تيعرفني انا بانني انا اللي هز المسؤوليه، هاد الدراري كيتعنفوا، كيضربهم، كيكرفصهم، ما كيتهلاش فيهم، ما كيحنش فيهم، ما كيعطيهمش الحنان، كرفصهم، وانا كناكل العصا وكنتعير، وما كيحترمنيش، كيطيح مني، تيقول لي انت كتولديهم مراد، انت ماشي مرا، انت اللي كتولديهم مراد، انا صحيح كيتعنى بصحته وكيتقوى، انا كنتعنى بالله، انا بتاني لله الحمد لله ونشكره، انا حمد الله بوليداتي نهزهم، انا ما نتخلاش على ولادي، ما كاينش شي ام المشي حاجتك وكتشوف هذا كيقربهم راه كتاكلهم، اش انا غنلوح ولادي ومراد، كو كان عارفاه سيدي ومولاي وراجل وتيتحمل المسؤوليه وقاد بهم ما نجيبهمش، حيت انا مرا ضعيفه ما عندي لا جهد ولا قوه من غير الله، ما نقدرش انا نهز 4، صعيب عليا، ومع ذلك هزيتهم علاش؟ وتيقول انايا الدار انا الدار ديالتي انا في سميتي انا، حيت حنا كنا هذا استفاده في المحاج الملكي، وقلت لهم لا ديرها لي في سميتو، درتها لي في سميتو، علاش؟ حيت هو راجلي، حنا ما بيناتناش الدار، بيناتنا الولاد، ونادم ملي كيتزوج وكيدير واحد العلاقه، يعني النيه، والنص ليا والنص ليه. ومع ذلك منين يعني صافي فاض بيا، يعني وليت صافي ولا فيا الطوسيو ولا فيا السكر بقوه العنف ديالو ومشاكله، كان شي وحده اللي تصبر عامين تبقى في الظلام، راه ما حتى وحده ما تصبر لهذه الحاله، والحجز يجيو يلوحوني للزنقه فين غنمشي؟ انا والديا ناس كبار ما يقدرش يهزوني، وولادي انا ما تيرتاحوا الا في دارهم، ومع ذلك هزيتهم وجيت جيت عند اختي، واختي هزاني، وما منزومش على تهزنا حنا ب4، حنا راه عائله خمسه الافراد، صعيب الحال، والدراري مراد خصهم الكوش، خصهم الدواء، دري اونديكابي الاخر ياسين ازماتيك، الرابوز تيدير روابز، لا ما دارش روابز ما كيتنفش، الدراري الصغار عندهم الحساسيه ديال الجلد، كنتبع لهم في الصوفي عند الدكتوره العماري، كنشكرها من هذا المنبر، حيت كتوقف معايا، يعني صعيب الحاله ديالتي انا، ومع ذلك صابره، علاش؟ تنقول مخليه المسيره غاده، على قبل وليداتي. علاش تهمك هو؟ تهمني انا اللي عطاوني المحسنين الفلوس وهزيتهم وخرجت بهم، انا تخليت عليه على قبل الفلوس 20 عام، يلا المحسنين الله هاد العام، علاش درت هاد النداء على الضو والطريطه؟ ما طلبت حتى شي حاجه، ولا كان شي كوش ولا كان شي دواء، صافي، وانا اختي اللي كيتهمها وكيرعير اختي راجل مرا ونص،
هزاني 20 عام انا ولادي، وهما غيشهدوا الولاد وغيقولوا لك كل شيء، انا نبعد وغيعاودوا هما كل شيء، ولا قالوا لك شي حاجه عليا انا يديك طويله عليا حكمي عليا باش ما بغيتي نضرك وغتسمعي. انا اختي هي اللي كداويهم، هي اللي كتكسيهم في العيد، العيد صغير اربعه كيقول لي ما نكسيهمش ما عنديش، وكتكسيهم احسن لبس، واختي كتحل بابي وكتدخل عليا كتجيب لي القفه من دانون من كل شيء، حتى من الشكلاط كتجيبوا ليهم، اختي كداويهم، اختي كتعطيني كتجيب لي كتصير لي 20 عام، الدار ديالي انا وياه وخليتها لي، انا ما بغيتش الدار، انا بغيت راحتي، بغيت راجل يكون واقف معايا ومساندني، حيت هذا الشيء اللي الظروف اللي كنعيش فيها انا راه ماشي سهله، عشت الاولاد والحز اخر ما انا ما كنطلب لا صير، ما كنطلب لا كسوه لا حتى شي حاجه، انا باغا محالي اللي يجمعني انا وربعه، حيت ما كانش اللي غيقبل عليا والدوام، هادشي هاني كيتهمني انا خليت ليه الله، والرد ديالي خليت ليه الله، خليت ليه الله، حيت انايا الاولى والثانيه انا كنتعنى بالله، انا ما كنتعنى حتى بشي واحد، تعنى بالله سيدي ومولاي، اختي اختي كون كان ولد الناس وكيعترف بالخير اللي كان دايره فيه 20 عام وهي هزاه ما يقولش فيها حتى كلمه تقد هكا، خاصو يشكرها، حيت اختي باقا الان ومساندانو معاوناني وما عندها حتى مدخل في هذا الشيء، انا دايره محامي، اختي ما عندها حتى مدخل في هذا الشيء، دايره محامي دافعه الشقاق طلاق طلاق، حيت تيقول لي انت ماشي مراه، انت ماشي مراه، هو دالي ولاد مراد، وتيقول لولادو غنمشي نتزوج نولد ولاد صحاح، كيمرضهم وهم محرومين وتيزيد يمرضهم، من بركه محرومين من نمشي، محرومين من الخرجه، محرومين شحال من حاجه. أنا كتولدي المعاقين وكنحمل وكيقول لي سيري حيديهم ما بغيتهمش وغنضحك عليك، كاين شي راجل كيقول لمرتو غنضحك عليك. ما راضيش بحكم أنا راضيه. أنا راضيه وكنتوحم وما تيقول لي لا ما نجيبش ليك ماشي سوقي أنت اللي بغيتي تولدي سيري حيديهم. أختي اللي كيعيرها هي اللي كتوحمني عندها أجر مع الله وكتولدني وكتسبع ليا أختي هزاني وكاسياني وكاسيا ولادي وجاتو مرضى يا أمين مؤخرا وبالشهود وعندي الوثائق وهزو ندينا للسبيطار قالوا لي ما عندنا ما نديرو سيري ديرو الكلينيك جابوه حطوه قال لي ما عندو ما ندير ليه اختي بفضلها وفضل الله سبحانه بنص كلمه عادت الطبيب جا شخصيا هزو بنفسه الله يجازيه بخير كنشكرو تاهو من هذا المنبر حيت هادشي راه غيشوفو العالم كامل وهزو داو السكانير والتلفازه حتى من السيروم جابتو ركبتو لي في الدار وانا كنقول هادشي باش يشهد الله بالحق حيت الناس كلشي عارفينه 8000 ريال النهار اللي كيدير للطبيب باش كيجي يركب الامين السيروم 8 ايام نهار ونص هو كيرد في الدم صافي مات ولدي جهاز جهاز هذا العظمي كله مشى تضرب عواش كله كيلوح الدم نهار ونص هو كيلوح في الدم هو قلنا صافي راه غيموت هاد السيد علاش يقلب خاصو يقول الحقائق يقول بانه ما كيخلصش الضو تيجيو الماء 30 درهم وما كيأديش حتى كيجي مول الماء كيبغي يقطعو مي كنقول ليه المعاقين كيحشم وكيمشي كيقول لي يا اختي ما نقطعوش سمحي ليا ما نبقاش نجي عندك انا النداء اللي باغا نوصل هاد السيد هذا ما يتيقوش الناس يقول الحقيقه ما يقولش الكذوب يبين شنو عنده يقول يهضر على الاولاد اللي ليحاهم انا انت غتشوفي واش ليحاهم ولا لا انا هزام 20 عام راه امين زيد في 2000 20 عام في عمره انا اللي كندير الطبيب وسير للطبيب السبيطار بنو رشد متبعه فيه من 2001 وانا متبعه الحاله ديال ولادي عمره ما مشى معايا والدري ثقيل كيوزن شي 90 كيلو وانا عندي الفضق وجوج عمليات ديال الفتيح ما كيديش معايا كنبدا نطلب الناس اللي كيوصلوه ليا الطبيب انا خليت ليه الله خليت ليه الله خليت ليه الله وذنوب الوليدات وذنوب الوليات راه ما يدوش عليه طريفه وزيدون انا كندير النداء اللي تيقول هو النداء تيطلب النداء انا تنطلب النداء لسيدنا يشوف من حالي وحال وليداتي هاد السيد هذا راه طاغي كيكرفصني كيعنفني كيقول لي غنقتلكم شي لك الحبس كيشير عليا بالكيسان ديما حنا معنفني ديما الناس تيسمعوني وخرجوا تسولوا خرجوا اللي بغيتوا سيروا سولوا الجيران وسولوا كل شيء هاد السيد هذا عنده انفصام في الشخصيه كيضربني وحتى كيقول لي ما كنشعرش اش كندير وانا نهار اخر المطاف قال لي خرجي لا لقيتك في الدار خرجي ولا نجي نذبحك انت وياهم واضطريت نهز ولادي سامحت في داري ودار بارك فيها الدار انا ما محيدهاش ليه الدار باقي فيها هو وخلصتها خلصتها انا اللي حيدتها من الحجز الله يجازي المحسنين شافوا النداء اللي درت انا في اليوتيوب وجاو خلصوا عليا وكنتمنى من الله راه الله كاين والظالم ياخذ الله هو كذاب تيضرب فينا وكنفصل عليه على سليك شفي تيضربنا هي تدينا ماما الحماميه ماشي ديال شو تدينا ماما تحسن لينا تدينا الطبيبيه ولا وهذه ما تكرفصاتش على كيسان ضربها نسيك شفيها المسؤوليه
باقا موعش فيه يا شي كنفص علينا خرجني هزاني هي قاينه هو ما بقيناش محسنين عاونوني.